تخيلي واحد في الصباحية ما ينفعش لا طبلة ولا ضرب، خلاص مش عايز حاجة غير ان اكون في حضنه. اهلا بيكم، تعالوا نشوف الحلقة النهاردة اللي حصلت في مركز ومدينة طوخ محافظة العلوبية. هبدأ بسؤال، هو انا بنتي لما امها اتجوزها بدون علم ابوها وبدون علم اخواتها نعيب على البنت ولا نعيب على الام ولا نعيب على العريس؟ طب ده سؤال. طيب هي البنت لما تتجوز من وراء اهلها نعيب على العروسة ولا نعيب على العريس؟ اسئلة كتير جدا، بس تعالوا نشوف اللي حصل. انا مؤهل متوسط، انا ما بعرفش اقرا واكتب، انا جاهل وامي، ورحت تقدمت لطالبة جامعية، انا غلطت في حاجة؟ انا دلوقتي شايف نفسي استحق ان انا اتجوز ملكة بريطانيا، كل واحد شايف في نفسه مالك، انا هتجوز ملكة بريطانيا لو رحت تقدمت لها، ابا انا غلطان ولا ده حق مشروع؟ مش طول عمرنا اتعلمنا ان البنت جامع اي حد قادر ان هو يدخله يدخل فرض ربنا، حتة ان ربنا يقبل صلاته وما يقبلش صلاته دي مش بتاعتنا، خلاص هو الراجل دخل يصلي. انا راجل مؤهل متوسط وراح اتقدم لواحدة طالبة جامعية، اهلها رفضوني، ماشي مش عيب، لكن لما امها تتصل بيا وتقول لي تعالى هجوزها لك من وراء ابوك، من وراء ابوها ومن وراء اخواتها، يبقى العيب علي انا ولا العيب على امها ولا العيب على العروسة؟ اللي حصل شاب في الصباحية، صباحيته تخيلي واحد في الصباحية، يعني كان دخلته امبارح في الليل، يعني قايم من النوم مهدود، راجل لبى نداء الجسد بعد هو عنده 20 سنة، لا اهل عروسته نازلين فيه ضرب دب 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 كسروا، ما ينفعش لا طبلة ولا ضرب، خلاص ليه يا عم؟ جات الشرطة، مين اللي عمل فيك كده؟ قال اهل عروسته. طب اهل عروستك عملوا فيك كده ليه؟ قال انا اتجوزتها بدون موافقة ابوها وبدون موافقة اخواتها. طب يا عم حد يعمل كده؟ انا ماليش ذنب، امها اللي اتصلت بيها وقالت تعالى جوزها لك، وفعلا جوزتها له بدون علم الاب اللي هو ابو البنت وبدون علم اخواتها، لكن امها عارفه، وامها كانت هي اللي ملبساها ومودياها، والبنت راحت اتجوزت بعلم امها، يبقى نلوم على مين؟ نلوم على التربيه؟ ولا نلوم على امها اللي ما عرفتش تربي نفسها قبل ما تربي بنتها؟ ولا نعيب على الاب اللي مش دريان باللي بيحصل في بيته؟ ولا نعيب على الاخوات الرجاله اللي ما يعرفوش اختهم راحت فين وامهم بتعمل ايه؟ في ام تتصل بواحد كان جاي يتقدم لبنتها وترفض وتقول له انا هجوزها لك؟ شيء طبيعي. لما نبص كده على المعطيات اللي بتاعت العريس، اولا هو مش مكمل تعليم، وبنتنا بكالوريوس تجاره او لسه في كليه تجاره جامعه القاهره، وهي بنت ناس، وده واحد لا يملك من حطام الدنيا حاجة. لما يجي يتقدم لك من حقه، ونيجي يتقدم من حق اي واحد يخبط على بيت العروسة ويقول انا جاي اتجوز، من حقه، ما فيش حد يقول لك عيب ولا حرام، ده شرع ربنا، بس من حقي انا كابوها واخواتها نقول ايوه او نقول لا. دخل بيقول انا امكانياتي كده، يا ابني ده البنت في كلية التجارة جامعة القاهرة، انت ايه يا ابني؟ انت مش عارف انت بتقدم مين يا ابني؟ احنا بيت مين وانت بيت مين؟ انت مؤهلاتك ايه؟ انت عندك ايه؟ انت مصاريفك اصلا بتصرف على نفسك من ايه لما جاي تتجوز؟ يا ابني ما عندناش بيت للجواز، اتفضل. اترفض. لكن هو والبنت بيحبوا بعض، هتقول البنت ازاي تحب واحد زي كده؟ مش هو ده سؤالنا بقى، البنت تحبه ولا تكره مش هو ده سؤالنا، لان ده نتيجة ان في تقصير في التربية. لما بنت طالبه جامعيه تحب ولد اصلا مش مكمل تعليم، هو العيب على مين؟ العيب على امها اللي ما عرفتش تربيها. هنقول القلب مش في ايدينا، ماشي، لكن ربنا خلانا عقل. انت هتتجوز واحد اقل منك في المستوى التعليمي والمادي والثقافي وكل شيء، هتعيش معاه ازاي؟ هتعيش العصفوره تكفينا، ولو ما قدك ده تشبعني، مش عايزه حاجه غير ان اكون في حضنه. البنت بكت في حضن امها، بحبه يا ماما. الام قالت لها بنتي ابوك مش موافق واخواتك مش موافقين، قالت لها ههرب معاه وهتجوز وهجيب لك فضيحه. قالت لها خلاص يا بنتي انا هكلم العريس، تعالى. العريس اسمه سامح 20 سنه، والعروسه اسمها صباح في اولى كليه تجاره جامعه القاهره 19 سنه. اتصلت بسامح امها قالت لها يا ابني، قالت له يا ابني تعالى اتجوز بنتي. قال لها طب ما ابوها واخواتها. قال لها مالكش دعوه، خدها واتجوز وبعد عنها. وفعلا خد البنت بشنطه هدومها وجري اتجوز، واول ما اخواتها جه البيت فين البنت صباح؟ قالت له ما اعرفش عنها حاجه. ضغطوا عليها جات لهم خلاص بتحبه واتجوزت، عرفوا كده اتجننوا. فين اتجوزوا؟ فين وقاعدين فين؟ عرفوا عنوانه ونزلوا فيه.
في الصباحية طبعا لهم مرضيش تقول لهم كل حاجة في الصباحية. واحدة يفكر يقول لك اخ ممكن تكون الواد غلط مع البنت والام حابه تسطر على بنتها، سيناريو جايز بس ما نقدرش نخوض فيه لان دي اعراض. لكن الواقع الفعلي لما نقرا المستندات ونفنطها قدامنا كده، ايه اللي يخلي ام تبعت بنتها لواحد كان متقدم لها عشان تتجوزه بدون علم ابوها وبدون علم اخواتها، الا اذا كانت الام عارفه ان البنت عملت مصيبه وعايزه تسطر عليها. سيناريو وارد. وممكن يكون السيناريو الثاني ان البنت قالت لامها انا ههرب وهتجوزه، فقالت خلاص ما دام هتهرب بتهرب وعلى على جنب وانا عارفه كل خطواتها روحي اتجوزي. لكن هو السؤال هي مش الام كانت ممكن تقول لجوزها اللي هو ابو البنت الحق بنتك عايزه تعمل كذا كذا وكانوا حبسوها، او حتى خايفين على دراستها كان اخويا يوديها الكليه ويستنيها يجيبها. طب انا عايز اعرف هم ضربوا العريس ليه؟ كسروه ليه؟ هو ما دخل بيها خلاص، ايه الحكمه؟ طب ما قالوش لامك لامهم عيب اللي انت عملت ده؟ ما قالوش لاختهم هو مين اللي كان اتضرب اصلا؟ الواد ولا البنت؟ انا مال؟ انا راجل اتقدمت لكم وانتوا رفضوني البنت جت اتجوزتني. تضربوني انا ليه؟ ما تشوفوا بنتكم، شوفوا بنتكم جات لي ليه؟ شوفوا بنتكم بتجري عليا ليه؟ شوفوا امكم اصلا ليه اصلا اتصلت بيها وقالت لي تعالى خد البنت واتجوزها؟ هو ده الاسئله اللي كان لازم ولادها يجاوبوا عليها. كان لازم يسالوا يا امي انت ايه اللي عملتيه؟ انت حطيتي راس ابونا وراسنا في الطين، ايه اللي عملتيه ده يا امي لما هي طالبه جامعيه وهو اصلا ما كملش دراسته؟ يا امي لما هي اصلا من بيت فلان الفلاني وده من بيت فلان، ازاي اصلا يا امي تتجوزيه؟ كان لازم تضغطوا على امكم وتعرفوا السر ان البنت تتجوز بعلم امها وامها موافقه وتقول لها روحي اتجوزي من ورا ابوك ومن ورا اخواتك. من السر غريب شويه. لكن بس هو السؤال اللي بيطرح نفسه، ايه ذنب الولد اللي اتكسر واتدغدغ؟ هو ايه؟ هو عارف كان ممكن اقول ماشي طول الشباب اخواتها راحوا لان الولد خطفها، الولد اغتصبها، لكن المشكله ان هم متجوزين عند مأذون شرعي، يعني البنت راحت مشت برجليها على كفه وراحت لحبيبها اتجوزته. لما تربطها علاقه عاطفيه من الوقت بالوقت. طب تضربوا مين؟ انا مش فاهم، انتوا اقتحمتوا عش الزوجيه في الصباحيه، اختكم كانت قاعده تزعج وانتوا ماسكين الوقت تكسروا فيه، مفيش واحد منهم ضرب اختهم قلم ليه؟ مفيش اخ ضرب اخته قلم ليه؟ هي ما غلطتش؟ هو كان خاطفها؟ مش نام معاها برضاها؟ مش تبادل معاها نداء الجسد بمزاجها؟ مش امها عارفه والبنت رايحه عشان تهدمها؟ ليه ما فهمش واحد ضرب البنت؟ انت عارف لو حد لو واحد منهم قتل البنت كنت اقول اه الراجل بيقول لك شرف وعرضي اتجوزت من ورائي مثلا. لكن المره دي الغريبه ان البنت هربانه من بيت اهلها بعلم امها وراحت اتجوزته. لما تدخل وتكسر الولد ما كسرتوش اختكم معاها ليه؟ معاها ليه؟ سبتوها ليه؟ ما حدش قال لها عيب ليه؟ شافوها بالزعق وانتوا قاعدين تضربوا في عريسها او في جوزها في الصباحيه، ما حدش قال لها عيب يا بنت؟ ما حدش خدها من ايتها وداها عند بيت ابوها؟ ما دي كلها حاجات غريبه. وعلم الام بزواج بنتها وهي موافقه في سر. طبعا تم القبض على الاخوه اخوات العروسه وتوجيه تهمه طبعا ده العريس لا يصلح لطلاق، اتكسر خالص اللي هو سامح. طب انتوا كده يعني انتوا كده صلحتوا الوضع؟ يعني كده اختكم بقت شايفها عفيفه؟ طب ما هي شايفها عفيفه ده متجوزها عصمة الله ورسوله. اللي انت عملته هو العقل والمنطق، كنت عملته ايه بقى؟ ما دام اتجوزت ودخلت ودخل بيها كنت خدت البنت بالشويش رجعتها بيت ابوها وكنت جبت الولد ده تعالى اكتب قدام كده قدام الناس وبعد كده نعمل فرح وخد البنت وغيره انتوا الاثنين في داهيه مصيبه تلمكم وجبر يلمكم انتوا الاثنين. كنت تخلي رقبه ابوها ورقبه اخواتها لفوق؟ اي نعم الناس هيستغربوا، قال لك خلي الواد ده يتجوز البنت دي وده بيت مين وده بيت مين؟ الناس كانت تستغرب. بس ما دام الفاس وقعت في الراس والبنت اتجوزته ودخل بيها كنت لازم تعملوا كده حفظا لماء الوجه. لكن انتوا كده زودتوا الفضيحه فضيحتين. اللي انتوا عملتوه خليتوا اللي مش هيتكلم هيتكلم. ده في اللي هيقول ده الواد كان نايم معاها من غير جواز واتجوز امتى؟ والموضوع هياخد حجم اكبر من حجمه رغم ان الموضوع كبير اصلا. اهو الاخوات الاشقاء في السجن. وطبعا العريس استحاله هيتصالح. العريس عمره ما هينسى انه هيسببوا له عاهه مستمره وعاهه مستديم. طب ايه اللي استفادت الام من كده؟ لغايه دلوقتي ما عرفش سر الام ايه؟ والبنت ازاي تقنع امها بحاجه زي كده؟ والبنت اصلا توافق ليه على اساسه من كده؟ وخاصه ان الواد لا يتمتع باي سمات اصلا، لا في الشكل ولا في المضمون ولا في المحتوى.
هنقول الحب ماشي يقطع الحب وسنينه، بس ايه اللي يخلي بنت تضحي بسمعة اهلها وبعرضها وبشرفها؟ لانه بغض النظر الجواز رسمي ولا مش رسمي، الناس هيفضلوا على طول فاكرين انها هربت من بيت ابوها. احنا ليه بنجيب العار لاهالينا؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.